على لوح الزمان نقش العراق على سطحه المسامير، فولدت الكتابة من الطين. ومذ ذلك الزمان نبتت شجرة تفرعت أغصانها وأثمرت كتباً، وإلى اليوم بغداد تحتضن معرضاً للكتاب بمشاركة دولية. كتب متوزعة في مسارات يمد فيها البصر طويلة لدور الطبع والنشر، ويتأمل العراقي طويلاً ما هو الجديد في عالم الأجداد. هذه الساحة نقدر نقول مهمة، تواجد العراق بهكذا محافل ممكن ينطي انطباع أكثر جمال عن العراق. الساحة العراقية مبدعة وتحتاج لتسليط الضوء عليها، بالتالي نحن نفتخر بهذا الشيء، وشعور لا يوصف صراحة، يمكن الكلمات لا تعبر عن الوصف. هذا يدل على أنه إحنا وصلنا إلى ليفل معين من الأمان، أنه قاموا يجون علينا وإحنا نقدر نروح لهم، وحتى أن الإصدارات مالتنا دي يطلبوها، يعني أنه تعال اطبع يمنا وأنه ناخذ الإصدار مالتك نطبعه بلبنان أو مصر، يعني طلبوا الكتاب. ولا شك فإن مصر من أقرب الحضارات ما زالت تلتقي مع بلاد الرافدين بأكبر جناح تتنوع فيه النتاجات الفكرية، ولا يخفى ما تسابقت به أيضا بقية الدول. حرفياً طبقت مرة أخرى، مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ ما يكتب وما ينشر من الدول المشاركة أجمع. جميع دور النشر المصرية دايما محافظة على مشاركتها في الدورات العراقية بحكم الحضارتين، الحضارة الرافدين، الحضارة العراقية والحضارة المصرية مرتبطين ببعض، هم أقدم حضارتين في العالم. فتكوين السلوك الإنساني ما بين الحضارتين مشترك، حتى تلاقي الشعب العراقي مقارب جدا للشعب المصري، فده بيكملوا بعض. فالثقافتين، الدراسة، جميع المجالات بيكملوا بعض. لا شك أنه يوجد تبادل، يوجد دور نشر عربية مشاركة بهذا المعرض في بغداد ومن بعض الدول العربية، من مصر أو الأردن أو سوريا أو لبنان إلى ما هنالك. وكل صاحب دار، كل دار نشر يصبح سفير للعراق في بلده حتى يوصل ثقافة المجتمع ونظرته عن المجتمع العراقي وكيف يتعاطى مع الكتاب في هذا الواقع. 10 أيام مضت وكأنها طرفة عين، الجفن يكاد لا يرف قليلاً، ليتعرف العراق مرة أخرى بالضيوف وما يحملوه من أفكار ونتاجات إبداعية تسوق في معرض بغداد الدولي للكتاب. لبرنامج بيت للكل، مصطفى السعدي.